في السياق، أكد العميد محمد الصوتي قائد اللواء الثامن حراس الجمهورية أن شعبنا اليمني العظيم يخوض معركة مصيرية دفاعا عن الهوية اليمنية العربية ضد المد الفارسي، معبرا عن فخره واعتزازه بالمشاركة فيها ضمن المقاومة الوطنية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، وعبر عن فخر قيادة المقاومة الوطنية بأبطال اللوائين الرابع والخامس حراس الذين سطروا ملاحم بطولية أهلكت كتائب حوثية عقائدية بأكملها في مزارع وخبوت الجاح والدريهمي. إن شاء الله.